الحكومه دي اللي جابها مجلس النواب، ومجلس النواب طبقا للدستور هو اللي بيحط سياسات الحكومه، فانا مش هقدر الوم على الحكومه على طول. لو احنا عايزين نمشيها كمجلس نواب نقدر بكره الصبح نعقد جلسه ونسحب ونعمل استجواب ونسحب منها الثقه، لو احنا كمجلس نواب شايفينها وحشين، لكن الحقيقه بتقول ان اغلبيه مجلس النواب ماشيين بنظريه عشان المركب تمشي وعشان الاستقرار وعشان نساند الرئيس الجمهوريه نقف جنب الحكومه، وانا شايف ان دي سياسه غلط.